نديم، صاروا صرتوا لاعبين ثلاث جيمات لهلا، انتصارين وخساره واحده، كيف عم تلاقي تطور فريق التضامن ولوين بدكم توصلوا؟ يعني انت بتعرف نجيب هي بطوله قصيره، وقد ما فينا على كل جيم عم نركز تحت اخر شيء على الترتيب قبل البلاي اوف نكون يعني بين 40 و50، بقى عم نركز كل جيم جيم وعم نحاول قدر المستطاع يعني نفوز بالجيمات اللي لازم نربحها. يعني انت بتعرف يعني على الفرق كثير متقارب المستوى، اكيد عندك ثلاث فرق عم بينافسوا بقوة على اللقب، نحن بيكون تشالنج تبعنا مع الفرق الاصغر. تضامن هو في يكون الحصان الاسود بالبطوله ويقدر يعمل مفاجاه؟ الله راد رح يكون الحصان الاسود، لانه بتعرف يعني هو التضامن اصلا فريق عريق وفريق كبير واسم كبير، نحن عم نحاول يعني نرجع هذا الاسم، والجماهير عم تشوف جماهير كيف عم ترجع للملعب، ان شاء الله يكون نحن الحصان الاسود. ميرسي نزيل. ميرسي.